كنت بجيب واحد خواجه من المطار، صديق يعني، بوصله من المطار لحد الزمالك. المشوار خد منا حوالي ساعه وعشر دقايق. فالراجل بحسن نيه بيسالني، بيقول لي هو النهارده في يوم زحمه عادي يعني؟ في حاجه يعني؟ خلينا افكر ان انا بقضي في العربيه حوالي ساعتين في اليوم، ما بين رايح الشغل وجاي من الشغل على مشوار يعني. عندي اصحاب بيقضوا اربع ساعات في العربيه، وده مش شغال اوبر ولا تاكسي يعني، ده مواطن عادي يعني. فقلت احسب ثلاث ساعات افريج، في خمس ايام في الاسبوع ادي 15 ساعه، في 52 اسبوع ب 780 ساعه، على 24 يعمل 32 يوم ونص. بنقضي في العربيه اكتر من شهر في السنه. طبعا احنا بنقضيهم مختلفين عن بقيه العالم، العالم كله في زحمه هيسمع كاسيت، هيتكلم في التليفون، احنا بقى في الاستمتاع بالزحام عدينا الفلنكات. عندنا تلفزيونات في العربيات، يعني ناس تتفرج على مصارعه، تتفرج على افلام اكشن، حاجات محتاجه تركيز. بناكل في العربيات طبعا، مش يعني كلنا بناكل سندوتشات عادي يعني، بس انا في ناس بتاكل وجبات. انا في اشاره مره شفت واحد حط على حجره طبق فيه رز وخضار وقاعد بيتغدى، يعني نازل من بيتهم عارف انه هياخد له في المشوار ساعتين فواخد غداه معاه. عندنا ستات بتحط مانيكير في العربيه، بتحط بيديكير في العربيه، بيديكير. عندنا ناس بتكتب، ناس بتقرا. انا مرات واحد صاحبي بدون ذكر اسماء بتحط قطره، بتحط قطره وهي سيئه، يعني بترجع راسها لورا كده وبتحط قطره وبعدين تقفل عينيها وبعدين تفتح تبربش شويه تبقاش شايفه حاجه وهي سيئه. ده في اي دوله في العالم اعدام، اعدام. بس في مصر هنا عادي. ليه؟ عشان مش محتاجه تبص على الطريق، ما احنا في علبه سردين، اللي ورا بيخبطك بتخبط اللي قدامك بتمشوا كلكم بقوه الدفع. هتقول لي الدوله بتوسع الطرق، اقول لك ايوه بيوسعوا الطرق وبيعملوا كباري وبيعملوا انفاق، بس برضه مش هيلحقوا ولا مش ممكن يلحقوا. ده على ما يوسعوا طريق بنضرب لنا 250 الف عيل، يعملوا كوبري جديد نضرب 200 الف عيل. احنا بنضرب عيال اكتر من الارانب. احنا بس محتاجين حاجتين من صناع السيارات، عايزين بدل الدريكسيون عايزين ترابيزه. ما الدريكسيون ملوش لازمه، ترابيزه فولدنج وانفولدنج، تعمل لها انفولدنج تبقى ترابيزه مكوى، فولدنج تحط عليها اللابتوب، تكتب مذكراتك وانت قاعد في العربيه، تتغدى غدوه حلوه، طبق وشوكه وسكينه وشفشق العصير. والحاجه الثانيه دش، عايزين دش فوق كل كرسي، ومش اي دش، عايزين دش ميه ساقعه وميه سخنه. يعني النهارده انت عندك البنزين بيحرق بيطلع طاقه، الميه السخنه عادي جدا. انت بدل ما انت راجع من الشغل هتروح لسه البيت وتستحمى وتاكل وتنام وبعدين تروح بالليل زياره او تخرج من الشغل، من الشغل على زيارتك على طول. غداك معاك، حمامك في العربيه، لبسك، اي اشاره طويله تقيل لك فيها ساعه، تروح خروجتك فريش منتعش، خارجه من النادي معاكي العيال بعد التمرين، لسه هتروحي تحمي وتعشي في العربيه، دوسي على الزر العيال تستحمى يتعشوا يلبسوا البيجاما توصلي البيت على النوم على طول. ولو ناموا في العربيه خير وبركه، ما بكره يناموا شهرين في السنه. العالم كله من اسباب الاكتئاب الزحام، الزحام بيقهر المواطن الا في مصر. مصر الدوله الوحيده اللي قهرنا وقهرنا الزحام. ولسه